أهلا فيكم طلابنا، معكم المهندس وسيم محمود بالشرح عن برنامج Autodesk Inventor Professional. النسخة اللي راح نستخدمها هي نسخة 2016. من المعلوم أنه النسخ من عندي من 2010 إلى 2018 هي نسخ متشابهة، الاختلاف واختلافات بسيطة جدا، فلهيك نحن راح نشرح على 2016 وهي مشابهة لباقي النسخ. طبعا هالسلسلة هاي هي سلسلة راح نتعلم فيها الأساسيات بالبرنامج، لهيك في كتير تعليمات ما راح نشرحها، طبعا ممكن نشرحها بفيديوهات تانية قريبا، بس هالسلسلة هاي راح نقتصر فقط على الأساسيات اللي تخليني بتمكنني استخدم البرنامج وبشكل غير احترافي، لكن قادر على رسم أي قطعة بتواجهني أو بضطر لرسم. اولا عند تشغيل البرنامج بنشوف انه اسمه Autodesk Inventor Professional 2016، اذا النسخه معنا بروفيشنال بنلاحظ انه Autodesk Inventor 2016 بدون كلمه بروفيشنال. طبعا عند تشغيل البرنامج تظهر لي قائمه اسمها ماي هوم، هاي للوصول السريع ممكن نشرحها بالمرات اللي جاي. بالقائمه الموجوده هون بنشوف عندي نيو، اوبن، بروجكت، اوبن سامبل، كمان هالنوافذ هالاوامر هي بنشرحها لاحقا. بهمني انا حاليا هي النيو، الاوبن. اوبن هو اذا عندي شيء رسمه سابقا بفتحه باستخدام هالتعليم، ببحث عليه بالكمبيوتر وبفتحه. النيو هي اللي بدء العمل، بنقر على النيو تظهر عندي نافذه عند تتضمن مجموعه من الايقونات بنشرحها. عندي خانه البارت، البارت مقصود فيها هي القطع. القطع تقسم لنوعين، قطع ثلاثيه الابعاد وبنسميها ستاندرد. طبعا نشوف ستاندرد نلاحظ انه القطع الثلاثية الابعاد الموجودة هون، يعني هي هذا الخيار بيمكنني من رسم القطع ثلاثية الابعاد. وفي عندي خيار اسمه شيت ميتال اللي هي الصفائح المعدنية، نلاحظ هون كيف عندي صفيحة معدنية طبعا، وفي بتخضع هالصفيحة لعمليات اللي هي تسقيب وسني وما شابه من عمليات على الصفائح المعدنية. طبعا بالبارد يعني القطع ممكن اشتغل على الصفائح بخيار او اشتغل على القطع ثلاثية الابعاد بخيار تاني. ونلاحظ انه اللاحقة بتكون .ibt، يعني الملف اللي راح احفظه انا على الكمبيوتر ولاحقته .ibt inventor bard، قطعة مرسومة على الانفنتور. النافذة الثانية اللي هي الاسمبلي المقصود فيها هون هي التجميع. طبعا نلاحظ انه ستاندرد هون اللاحقة بتكون IAM، يعني assembly المقصود فيها assembly، فاللاحقة .IAM. طبعا هون بهالخيار هذا بنجمع البارتات، اذا عندي اكثر من بارت يعني آلة مكونة اكثر من قطعة فممكن نجمع باستخدام احد الخيارات اللي هو موجود هون اللي هو ستاندرد IAM. طبعا بنشوف عندي ويلد مينت وعندي مولد ديزاين. طبعا هون المولد ديزاين هي خاصة بعمليات السباكي وانشاء قالب سباكي للقطع، وهون عندي عمليات اللحام والبنت عندي مقصود فيها هي لحام قطع مع بعض. طبعا بيجي عملية حفر ومن ثم ملأ بمعدن اللحام. طبعا اكيد رح نشرح كل وحدة لحال بمقاطع خاصة. النافذة اللي بعد اللي هي دروينج، شوف دروينج طبعا هاي مختصة بالرسم الهندسي، من خلالها بختار، منلاحظ عندي ورقة الرسم طبعا بختار قياس الورقة وبرسم المساقط والمنظور وجميع عمليات الرسم، كمان بتشرح لاحقا. اللاحقة بتكون .idw يعني inventor draw. القائمة الأخيرة اللي هي presentation، هي القائمة هي مخصصة للassembly طبعا، يعني بيكون عندي أنا قطعة عاملها assembly تجميع هون standard IAM لاحقتها.
قطع مجمعة، فهالقطع المجمعة إذا بدي أعملها عرض يظهر لي طريقة تركيب هالقطع مع بعضها وتجميعها مع بعضها، فممكن استخدم خيار Presentation. طبعا هون بتكون لاحقة .IPN، والهدف منها بس هي فك وتركيب الآلية لإظهار طريقة التجميع. طبعا عندي نظامين للواحدات، الإنجليزي بستخدم الأبعاد بتكون فيه بالإنش، والنظام المتري الواحدات بالمليمتر. طبعا احنا اغلب شغلنا بالمليمتر، فنختار المتريك ونختار المليمتر. طبعا ممكن انا ابدا رسمي بالواحدات الانجليزيه بالانش مثلا، وضمن البرنامج ممكن اقدر اعدل على الواحدات كمان، هذا الشيء يوفر البرنامج. يعني مو شرط اتقيد انا اخترت مليمتر خلاص بدي اشتغل بالمتر، ممكن اعدل ضمن بيئه العمل على الواحدات المختارة. طيب حاليا رح نبدأ بالبداية بالبارت، مثل ما حكينا رح نشرح الأساسيات، فشيت متر رح تؤجل، بينما هلا رح نشرح رسم القطعة ثلاثية الأبعاد اللي هو نبدأ بستاندرد مليمتر دوت اي بي تي. بنقر علي نقرتين أو تحدد، ونقر على زر الكرييت الموجود هون بالأسفل، ننتظر لحتى يشتغل البرنامج. طبعا بنلاحظ فتحت عندي نافذة اسمها بارت 1. هلا الشيء اللي موجود امامي هون باللون الازرق هو فضاء العمل، وهو فضاء ثلاثي الابعاد 3D. بنلاحظ هون بالاسفل وجود ثلاث محاور اكس واي زد، يعني الفضاء اللي أمامي هون هو فضاء ثلاثي الأبعاد منسوب إلى ثلاث محاور X Y Z. على يمين الشاشة بتظهر عندي النافذة هاي، هي اسمها نافذة البراوزر، تحوي جميع المعلومات والإجراءات اللي بنجريها على البارت، تسجل بهي النافذة على شكل قوائم خلف بعضها البعض. نلاحظ وجود مجلد ضمن اسمه اوريجين، بالنقر على إشارة الزائد الموجودة هون. نلاحظ عندي واي زد بلين، اكس زد بلين، واكس واي بلين. طبعا هون مقصود فيهم المستويات المرجعية اللي هي مستوي واي زد واكس زد واكس واي. لما بحرك المؤشر عليهم بيتلونوا باللون الأحمر، طبعا بالإضافة للمحاور، المحور اكس، المحور واي، والمحور زد، ونقطة المبدأ اللي هي السنتر بوينت. طبعا هن غير ظاهرين أمامي، لكن حرك المؤشر على واحد من أي أيقونة أي واحد منهم فبيتلون. طبعا ممكن أجعل أي حدا منهم ظاهر إذا أنا محتاج إني يبقى مستوي الـ XY ظاهر أمامي دائما. بكل بساطة بنقر عليه بالزر الأيمن للماوس، وفي خيار Visibility، فما في إشارة صح أمامه، بنفعل إشارة الصح فبنظهر، بنلاحظ إنه أصبح مستوي ظاهر أمامي بلون أصفر، واللون الأيقوني هون تغير، دليل أنه هو ظاهر أمامي بفضاء العمل. تمام، وممكن سكر الأوريجين هون. هاي نافذة البراوزر. على اليمين، يمين البارت، في عندي كيوب فيو. كيوب فيو هذا المكعب بيساعدني بالتحكم بالعرض، بطريقة العرض. طبعا بالنقر على أسطحه وعلى الأسهم الموجودة هون. طبعا في زر هون الهوم، المنظور الأساسي، فيني أنقر كمان على الزوايا، الزوايا الموجودة فيه، أو على الحواف أو على الأسطح. وفي زر الهوم بيرجع لي الشكل لوضعه الأساسي. في هون نافيجيشن بار، هذا العمود كمان اسمه هو مخصص للتنقل ضمن فضاء العمل، لسهولة الحركة ضمن فضاء العمل. كمان تشرح كل تعليمي فيه لاحقا بالتفصيل. هلا النافذة اللي موجودة أمامي، الأيقونات اللي موجودة هون هي التعليمات اللي بدنا نستخدمها بالإنفنتور. طبعا بنشوف إنه عندي قوائم، عدة قوائم: 3D موديل، سكتش، سبيكت تولز، مانج فيو، وهكذا. رح نبدأ بأول شي طريقة عرض هالقوائم. نلاحظ إن الأيقونات
متربي بطريقة معينة. طبعا الترتيب هذا قد يختلف من نسخة لأخرى، يعني يمكن بال2017 أو 18 أو 10 تشوفوا الترتيب شوي مختلف، بس التعليمات كلها موجودة ونفسها أبدا ما تغير. طبعا ممكن نغير طريقة العرض هون بالنقر على الأسهم اللي موجودة هون، في عندي هذا السهم اللي موجود هون، ممكن بالنقر عليه تتغير طريقة العرض. طبعا كل نقرة نلاحظ انه في طريقة للعرض، وهي انا بفضل هاي الطريقة ان تكون الايقونات كلها موجودة امامي، غير ما تكون مثلا بهذا الشكل. بدي اجي على سكيتش اضغط هون تفتح لي قائمة منسدلة او هيك، انا ما بفضل هاي الطريقة، بفضل الطريقة الستاندرد بتجي مع البرنامج واللي هي هذا العرض. وطبعا وفي كل شخص بيختار الطريقة اللي بتناسبه بالعرض. هلا في عندي قائمة الفيو اللي هي قائمة العرض، هي قائمة كتير مهمة لازم نعرفها مشان نعرف نتحكم بطريقة العرض. أول شي قائمة البراوزر والكيوب فيو والنافيجيشن بار، ممكن إظهارهم وإخفائهم. طبعا في هون إشارة كلوز، إشارة إكس، وفي عندي إشارة إكس هون ممكن أضغط عليها تختفي قائمة البراوزر، هون تختفي قائمة النافيجيشن بار. طبعا لإعادة الإظهار في عندي شيء اسمه بالقائمة الفيو العرض، في عندي يوزر انترفيس. اليوزر انترفيس بشوف انه بالنقر على السهم اللي موجود هون في عندي عدة خيارات فيني اختار منها ما اريد اظهره على الشاشة. مثلا بدي النافيجيشن بار حط اشارة صح ظهرت هون، بدي البراوزر كانت على اليسار لاحظ انه ظهرت. في ستاتس بار وهالقوائم هدول انا ما بيلزموني بالرسم لهيك ما حاط عيون اشارة، ما بيلزموني، اللي بيهمني الثلاثة اللي موجودين فيو كيو نافيجيشن بار والبراوزر. في حال اختفاء اي قائمة منهم مباشرة فيو يوزر انترفيس وبختار اللي بريده من هالقائمة. كمان وشرحت لكم في حال تغيير طريقة العرض بالنقر على السهم الموجود هون ممكن رجع الأيقونات تظهر بالطريقة اللي أنتم بتفضلوها. طبعا في بجوار اليوزر انترفيس في عندي كلمة كلين سكرين، هي إذا كان عندي قطعة مرسومة وبدي أعرضها على كامل شاشة الحاسوب ما بدي يظهر أي إضافات معها، فممكن أنقر على كلين سكرين ونشوف إنه نظفت الشاشة وصارت القطعة وحيدة موجودة على الشاشة. طبعا لأرجع للوضع الطبيعي نفس الشيء بنقر على القائمة فيو، بشوف انه كلين سكرين هو لونه ازرق معناته انه هذا الخيار هو خيار مفعل، بلغي تفعيله بنقر عليه بنعود بيعود كل شيء لوضعه طبيعي. طبعا وهي مقدمة عن البرنامج، بتمنى تكون مفهومة وبشوفكم مقطع جديد ان شاء الله.